والآن وقفة اقتصادية من نشرة التاسعة، مجموعة من أخبار المال والأعمال تستعرضها لنا ميرنا إيهاب. شكراً لكم مصطفى وأميرة، والآن جولة اقتصادية جديدة محلياً وعالمياً. شهد مطار القاهرة الدولي الاثنين أعلى نسبة في معدلات تشغيل الرحلات الجوية وفي حركة السفر والوصول منذ تاريخ إنشاء المطار، وبلغ عدد الرحلات الجوية 612 رحلة، كما وصل عدد الركاب إلى 82 ألف راكب على مدار اليوم في أوقات الذروة التي شهدها المطار خلال الأيام الماضية، حيث تم تصنيف المطار من المطارات الأعلى كثافة في التشغيل وعدد الركاب داخل القارة الأفريقية. أعلنت محافظة أسيوط استمرار أعمال حصاد محصول القمح المحلي لموسم 2023 واستمرار أعمال التوريد ل 28 صومعة بمراكز وقرى المحافظة، وأكدت المحافظة أن إجمالي مساحة الأرض المنزرعة بالقمح بلغ 167 ألف فدان، فيما بلغ ما تم توريده حتى اليوم 70 طنا. هذا وتقدم المحافظة كافة سبل الدعم والتسهيلات للمزارعين مع صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 24 ساعة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتحفيز المزارعين والموردين. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط مع احتمال أن يؤدي رفع أسعار الفائدة في دول أخرى لتباطؤ النمو الاقتصادي، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.3% لتصل إلى 81.5 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بنسبة 1.92% ليسجل 77.25 دولار للبرميل، وتراجعت أسعار المازوت عالمياً بنسبة 2.33% لتصل إلى 2.46 دولار للتر، وانخفضت كذلك أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.11% لتسجل 2.22 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلن بنك يو بي أس السويسري أنه يأمل استكمال إجراءات الاستحواذ على منافسه كريدي سويس في نهاية يونيو، وأشار أكبر البنوك في سويسرا إلى أنه حقق أرباحا صافية قدرها مليار دولار، أي أقل بكثير من التوقعات ب 1.7 مليار، لكنه أعلن عن تدفق رؤوس أموال كبيرة خلال نفس الفترة مما يدل على ثقة العملاء. وكان بنك يو بي أس وافق في 19 من شهر مارس على شراء منافس كريدي سويس تحت ضغط السلطات في صفقة بلغت 3 مليارات فرنك سويسري وبضمانات مالية من الحكومة الاتحادية والبنك المركزي. ارتفع إنتاج الصين من الذهب بنسبة تقدر ب 6.9% إلى 48.9 طن في الربع الأول من عام 2023 ليعود لمستويات ما قبل جائحة كورونا. وقال أحد شركات الذهب الصينية إن استهلاك الذهب في أكبر بلد مستهلك للمعدن النفيس في العالم زاد بنسبة تقدر ب 12% على أساس سنوي بين يناير ومارس، ويعود الارتفاع في الطلب على السبائك والعملات الذهبية إلى هروب المستثمرين من المخاطر بعد انهيار بنكين في الولايات المتحدة وحصول بنك كريدي سويس في أوروبا على حزمة إنقاذ. انتهت الجولة الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى أميرة ومصطفى. شكرا لك ميرنا.